في ضوء ما تمر به محافظة صلاح الدين من مخاطر جائحة كورونا، ولغرض التصدي لهذا الوباء خصوصا بعد ازدياد حالات الإصابة به، قرر شيوخ وجهاء قضاء بلد بمنع التجمعات المجتمعية بكل أشكالها، وذلك تنفيذا لقرارات خلية الأزمة للوقاية من كورونا. الزميل عبد الجبار مهدي والتقرير التالي. مجلس شيوخ قضاء بلد تتخذ بيانا وقرارات مهمة وصارمة لعدم التجمعات وعدم إقامة كافة المناسبات الدينية للرجال والنساء، مطالبين الأهالي بعدم التجمع في الأماكن المزدحمة وعدم إقامة الأعراس والالتزام بمقررات خلية الأزمة والالتزام العالي بفرض حظر التجوال المركزي. بعد تزايد حالات الإصابات في القضاء للحد من وباء كورونا المستجد، اجتمع شيوخ عشائر مدينة بلد في هذه الأيام العصيبة، أيام جائحة كورونا التي ضربت عموم العالم وبلدنا العزيز العراق ومحافظتنا. كان هذا الاجتماع تباحثي في سبيل التعامل مع طول مدة هذه الأزمة. احنا كنا نتوقع انه الشهر شهرين تفض الأزمة، ظهر الأزمة أخذت مدى أبعد. فاتفق كل شيوخ العشائر مع رأي خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين على وجوب تقليل الحركة والتباعد الاجتماعي والالتزام بما توجه به خلية الأزمة من الحظر، ونشد على أيدهم احنا، وإن شاء الله احنا ما أمامنا غير التباعد. توصيات وتعليمات لمساعدة الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية والحكومة المحلية في قضاء بلد، يعني نوصي بعدم التجمعات بالأعراس بالفواتح بالقهاوي بالمقاهي بالأسواق، وإن شاء الله نأمل من أهالي بلد أيضا يزيد كرمهم للعوائل المحتاجة والعوائل اللي شوية دخلها اليومي ضعيف، وإن شاء الله نعبر هذه الأزمة كما عبرنا الأزمات السابقة. وتم الاتفاق على تقليل الحركة، وأكدوا على مطالبات مهمة من قبل المحافظ بوجود دعم مالي للأسر التي ليس لديهم راتب ومصدر رزق، أن تقوم الحكومة بدعم تلك الأسر، ويجب دعم خلية الأزمة ودعم الحكومة المحلية في بلد بكافة قراراتها للحد من جائحة كورونا وخروج المحافظة بسلام وأمان. خلينا نشوف بأن يروحون إذا تصير فاتحة يمنعوها، وإذا وفاء عدم التشيع بالأمور الكثيرة، دائما خلي يلتزمون بالبيوت. الأعراس اللي مالية الشوارع ومنها ومنها هم قلنا لازم نقلل منها، واجتماعنا هذا اللي هو يخص المدينة، ودائما اجتماعنا هذا يكون دعم للوحدة الإدارية. نحن اجتمعنا لمساندة خلية الأزمة، واتخذ المجلس قرارات عدة، منها إلغاء الفواتح نهائيا وحتى التجمعات البسيطة في البيوتات وتشييع الجنائز تختصر على ذوي الفقيد، وأيد كل المجلس هذه القرارات، وإن شاء الله سنعمل بها جميعا ونساند خلية الأزمة. قرارات متخذة من قبل مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد وبيان ختامي منع به إقامة التجمعات والمناسبات بكافة أنواعها وأشكالها لمنع تفشي وباء كورونا المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين في قضاء بلد. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.